لامين ثم الثالث بيكي في التغطية، تشافي يوصلها مباشرة لبي. اوه بويون، اوه يا سلام عليك يا بويون، يا سلام عليك يا بويون، يا للمتعة والروعة، الاستقبال ثم المراوغة ثم التهديف، يا له من هدف لفريق برشلونة بواسطة الصغير بويون. يثأر فريق برشلونة لما حدث له منذ 3 أيام ويؤكد بأنها كانت مجرد عثرة وهفوة، وهو يصر ويؤكد على أحقيت بنيل لقب البطولة هذا الموسم بثلاثية قبل نهاية الشوط الأول ب3 دقائق. البارسا تتفوق، الكل يسجل، ليونيل ميسي، تشافي وبويان. لا 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 لا، ماذا فعل بويان بغونزالو؟ قلت لكم بأن غونزالو وغودين ثقيلان نوعا ما في وسط الدفاع. طلب بيبي غوارديولا من ميسي او بويان البقاء وسطهما، وهو يفعلها الصغير بويان، هو يسجل هدف اخر لصالح فريق برشلونه، هو هدفه السادس هذا الموسم للاعب بويان، ويا له من هدف، 3 أهداف مقابل 0 لصالح فريق برشلونه. لا كلام ولا سلام ولا اي شك بالنسبه